تهانينا يا بالضعيف على هذا الفوز وثالث الاشواط، وشجاع العتيبي يتواصل معكم معلقا على شوطنا الثالث. شكرا للزميل مطلق بن علي العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله نستعين. متابعينا مشاهدينا الكرام في كل مكان، نسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. من هنا من على ضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة في هذا السباق المحلي السادس، ومع تحديات سن اللقاية وانطلاقة شوطنا الثالث للإبكار اللقاية. الإنتاج من مسافة 5 كيلومترات، أتقدم مباشرة مع المركز الأول الحضور مع الذيبة بشعار عبيد بن حمد بن بريك المري، من يتواجد شعار بن شينان شعار العمدة حاضرا مع الذيبة على المركز الأول. المركز الثاني الوصول من بلشة سعد بن محمد بن سعيد آل بريص المري، من يتقدم مع المركز الثاني. والمركز الثالث هنا نوف محمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري يحضر مع نوف على المركز الثالث. والمركز الرابع الوصول من شامه عبد الله بن علي بن راشد بن جهيم، من يتقدم مع شامه على المركز الرابع. والمركز الخامس من تتسلل الى المركز الرابع، هنا حضور سالم بن راشد بن ناصر آل زبدان المري، من يتواجد مع حضور. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام للخمسة الأسماء الحاضرة والمتواجدة والمندفعة باندفاعة وانطلاقة هذا الشوط. الحاضرين أبناء القبائل المنتجين الحاضرين دائما وأبدا بالسلالات الفاخرة وبالأسماء الكبيرة. العودة مباشرة إلى شعار الهاجري، من غير مع المركز الأول مقدما لنا نوف محمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري، من يتواجد مع المركز الأول باحثا عن نقطة في هذا السباق وفي هذا الشوط. من يقدم لنا نوف مع المركز الأول. المركز الثاني الوصول من شعار الزبداني حاضرا مع حضور. مع المركز الثاني من غيرت بدورها الى المركز الاول سالم بن راشد بن ناصر آل زبدان المري، من يتواجد مع تواجد حضور. المركز الثالث الوصول من شعار المكسور مع مرضية سالم بن ناصر بن سالم بن فهيد المكسور، من غيرت مع المركز الثاني هنا مرضية وتواجد مرضية. المركز الرابع في هذه اللحظات الوصول من رابع الأسماء، هنا شعار العمدة مع الذيبة عبيد بن حمد بن بريك المري، من يقدم لنا الذيبة مع المركز الرابع. والمركز الخامس التواجد والقدوم من شعار البريص مع بلشة سعد بن محمد بن سعيد آل بريص المري، يتواجد مع بلشة على المركز الخامس. أعود هنا لك مع شعار المكسور ومع اندفاعة وتقدم مرضية. مرضية مع المركز الأول سالم بن ناصر بن سالم بن فهيد المكسور، يتواجد مع المركز الأول بشعاره الكبير والخطير المتواجد دائما وأبدا. هذا الشعار المميز يحضر مع مرضية على المركز الأول. والمركز الثاني الزبداني، الزبداني يقدم لنا حضور مع المركز الثاني سالم بن راشد بن ناصر آل زبدان المري، يتواجد الزبداني بشعاره وبتقدم حضور. من يحضر بحضور في هذا الصباح وفي شوط الانتاج؟ المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات مع المركز الثالث، هنا نوف محمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري، من يقدم لنا نوف مع المركز الثالث. ولكن راقب الوصول، راقب الحضور من مشكورة ترحيب بن حمد بن ترحيب بن نايفة
الهاجري من يتواجد مع مشكورة، وأيضا شعار بن جهيم مع شامة، من يقدم لنا شامة مع المركز الرابع عبد الله بن علي بن راشد بن جهيم المري يتواصل مع شامة على المركز الرابع والمركز الخامس. التواجد والوصول في هذه اللحظات من شعار الهاجري، محمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري يقدم لنا نوف مع المركز الخامس، ولكن اعود هنالك مع شعار بن نايفة من غير مع المركز الاول مقدما لنا مشكورة. اتراحيب بن حمد من اتراحيب بن نايفة، الهاجري ينطلق مع المركز الاول، ولكن حضور والمرضية، حضور ومرضية مع المركز الثاني والثالث، غيرت حضور بشعار الزبداني ينطلق هنا مع حضور على اول الاسماء، سالم بن راشد بن ناصر الزبداني المري يقدم لنا حضور مع المركز الاول، المركز الثاني مرضية، سالم بن ناصر بن سالم بن فهيد المكسور، ولكن ابناء الامارات حاضرين في هذا الصباح وفي هذا الانطلاق المميز، وايضا الوصول من ابرار راشد بن محمد بن حمد الدعية يقدم لنا ابرار مع المركز الثاني، المركز الثالث، وصلت هنا يثرب، صالح بن عبد الهادي بن محمد بن حبيشه يقدم لنا يثرب مع المركز الثالث، المركز الرابع الوصول من مشكوره، اتراحيب بن حمد بن اتراحيب بن نايفه الهاجي يقدم لنا مشكوره، المركز الخامس الوصول من الصامله، سيف بن عيسى بن مطر بن عيسى الفلاحي، ولكن العودة هنالك مع المركز الأول، العودة إلى أبرار، ولكن شعار السندباد، شعار السندباد حاضرا مع الدوحة، وشعار زيد بن راشد بن زيد بن محسن بن نديلة حاضرا مع الدوحة، الدوحة 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 مع المركز الأول، وأيضا جوايح عبد الله بن محمد بن عبد الله النديلة المري والزبداني حاضر مع حضور مع المركز الثالث، ولكن الدوحة وجوايح وحضور الامتار الخطيرة ما بين جوايح، ما بين الدوحة، ما بين الدوحة، ما بين جوايح، الامتار الاخيرة، الدوحة وجوايح، ولكن جوايح غيرت مع المركز الاول، عبد الله بن محمد بن عبد الله آل نديله المري من يقدم لنا جوايح مع الناموس ومع الانتصار. سلام يا بن نديله، سلام يا مالك جوايح على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار المميز، والكبير تهانينا والناموس. المركز الثاني الدوحة زيد بن راشد بن زيد بن نديله، المركز الثالث حضور سالم بن راشد بن ناصر الزبداني، المركز الرابع كانت أبرار راشد بن محمد بن حمد الدعية، والمركز الخامس مرضية سالم بن ناصر بن سالم بن فهيد المكسور. تهانينا والناموس متابعينا مشاهدينا الكرام لمالك جوايح عبد الله بن محمد بن عبد الله النديله المري، من قدم لنا جوايح في هذا الأداء المميز والكبير مع شوط الإنتاج، حضرت بتوقيت زمني 7:57، 35 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك جوايح عبد الله بن محمد بن عبد الله النديله المري، المركز الثاني الدوحة زيد بن راشد بن زيد بن محسن بن النديله، 7:59، 18 جزءا من الثانية. تهانينا وألف مبروك. المركز الثالث حضور سالم بن راشد الزبداني المري، من قدم لنا حضور بتوقيت زمني 8 دقائق بدون اي ثواني، 20 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين متابعينا مشاهدينا في كل مكان. اندفع وانطلق شوطنا الرابع.